ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الهاشمية الدكتور عاصم برقان. أهلا بك معنا دكتور في أخبار المملكة. يعني التغلغل الروسي في المنطقة، هل ينجح في هذه المنطقة التي تعتبر تاريخيا هي الحديقة الخلفية لواشنطن إذا ما وصفناها بذلك؟ يعني في البداية أنا بجوز أعترض على كلمة التغلغل الروسي. روسيا لها وجود في المنطقة منذ فترة زمنية قديمة جدا، حتى سبقت الحرب الباردة. علاقات روسيا التاريخية مع منطقة الشرق الأوسط معروفة يعني عبر التاريخ. روسيا تراجعت فيما بعد انتهاء الحرب الباردة، تراجع وجودها نسبيا في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة نلاحظ بأنها تعيد اصطفافها، تعيد تنظيم نفسها في منطقة الشرق الأوسط، وهي تنجح في ذلك من خلال بعض حلفائها التقليديين، كما هي سوريا على سبيل المثال، كما هي علاقتها مع إيران، خاصة إيران ما بعد ثورة 1979. على أي حال، هل أنه أمريكا غادرت المنطقة؟ كذلك أنا أشك في ذلك. أمريكا بالوقت الحاضر تعيد حساباتها من جديد. أمريكا تتخوف مما يجري في منطقة آسيا، وبشكل دقيق نستطيع أن نقول من صعود الصيني في منطقة آسيا القصوى. فمن هذا المنطلق أمريكا تعيد تموضعها، لكنها لن تتخلى عن المنطقة بشكل كامل حتى تتركها إلى روسيا. فمن هذا المنطلق روسيا تبحث عن دور، أمريكا لا تتخلى عن المنطقة بشكل كامل، لكن الأيام حبلى بأشياء كثيرة. من هذه الأشياء أنا أستطيع أن أقول بأنه روسيا لهذه اللحظة تحرز انتصارات في المنطقة، حققت هذه الانتصارات من خلال سياساتها المتوازنة مع جميع الأطراف، دون أن تكون يعني تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في المنطقة، سواء العربية أو حتى الإقليمية الأخرى، كما هي إيران، كما هي إسرائيل كذلك. فمن هذا المنطلق حافظت على وجود وعلاقات طيبة مع الجميع. طيب دكتور، يعني إدارة ترامب، ونحن نتحدث عن واشنطن وعن الولايات المتحدة، إلى أي مدى ساهمت في أن تقوم الدول بالالتفاف حول روسيا؟ يعني هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس ترامب يعني تقوم على سياسة، خلينا نقول يعني بين قوسين، هي البيزنس. ترامب يحسبها ماديا، وهو يرى بأنه أي تواجد عسكري في أي منطقة من مناطق العالم هي من ناحية مادية، هل هي يعني هذا البيزنس مربح أم لا، علما بأنه الإدارة الدولة العميقة الأمريكية لا تنظر من هذا المنظور. ونكون واقعيين بأنه بالوقت الحاضر أمريكا، وإن كان الرئيس ترامب يطرح بهذا الشيء، لكن الإدارة الأمريكية، وهي في يوم من الأيام ستتغير إدارة ترامب، الدولة العميقة الأمريكية لن تسمح بأن أمريكا تخرج من المنطقة بشكل كامل. ومن هنا أنا أعول على قضية مهمة جدا، بأنه هذه التحالفات الموجودة بالوقت الحاضر، يعني التحالفات الجديدة التي تقودها روسيا في المنطقة، لن تكون بديلة للوجود الأمريكي. أمريكا ستبقى موجودة في المنطقة، ولكن ليس كما كانت موجودة سابقا. ليش؟ لأنه هنالك مصالح اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كما تحدث اليوم الرئيس ترامب أنه أمريكا لم تعد تعتمد على النفط الشرق الأوسط، أصبحت من أول دولة في العالم منتجة للطاقة، ومصدرة بنفس الوقت للطاقة بالوقت الحاضر. فلذلك يعني لم تعد مهمة لها من ناحية اقتصادية، لكن من ناحية استراتيجية تبقى منطقة الشرق الأوسط مهمة. القضية الثانية أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لن يستطيعوا التخلي عنها بهذه السرعة. إذا استطاعوا أن يبنوا علاقات مع دول أخرى صاعدة على المستوى، على المسرح الدولي، كما هي روسيا، لكن في نفس الوقت سيبقوا يحافظوا على علاقاتهم التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا موجودة في المنطقة وستبقى موجودة، ولن يعني هناك تراجع لدورها أوكي، ولكن لن تخرج بشكل كامل من المنطقة. طيب دكتور، يعني كيف تقرأ دخول روسيا على خط المفاوضات بين مصر وأثيوبيا؟ هنا هي قضية ثانية، يعني بشكل أو بآخر بنأخذ بعين الاعتبار أن هنالك علاقات قديمة كانت تربط مصر. ولكن يعني في هذه المقابلة بدنا نجمل شوي ما يتعلق بروسيا ووجودها. أنا معك، بس يعني نأخذ بعين الاعتبار قضية مهمة جدا، أنه قضية مصر وأثيوبيا هي قضية إلى حد ما معقدة. الأسباب تتعلق بأنه هي قضية تهم يعني عصب الاقتصاد المصري، هي مياه نهر النيل وحصة مصر من مياه نهر النيل. هذا السد يعني الذي تبني فيه أثيوبيا يضر في المصالح الاقتصادية لمصر، لكن في نفس الوقت يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك مصالح أثيوبية. هل تستطيع روسيا أن تؤثر على طبيعة العلاقة بين الدولتين؟
كوسيط يمكن ذلك للعلاقات الطيبة ما بين روسيا وأثيوبيا من جهة، وكذلك العلاقات مع مصر. طب ما رأيك في من يقول بأنه دخول روسيا هو لربما بداية لحرب باردة جديدة؟ أنا طرحت هذا الفكرة يمكن بمقال كتبته قبل حوالي 4 سنوات، يعني سميتها الحرب الباردة الثانية. أنا أرى بأنه هنالك حرب باردة بالوقت الحاضر وهي قائمة. طبعا ما هي أسباب هذه الحرب؟ هو الصراع على قمة الهرم. نكون واقعيين، يعني في بطلع الألفية الثانية، التحولات التي جرت على المسرح الدولي، تراجع الولايات المتحدة الأمريكية وقبل كل شيء اقتصاديا، صعود الصيني، أضف إلى ذلك ظهور بعض القوى الدولية الصاعدة مثل ما هي على سبيل المثال روسيا، على سبيل المثال البرازيل، على سبيل جنوب أفريقيا، الهند، هذه جميعها تساهم في أن هناك صراع على قمة الهرم في النظام الدولي بالوقت الحاضر. فالشيء طبيعي جدا أن هنالك صراع وبنفس الوقت صعود لبعض قوى دولية. ما هو المستقبل؟ أنا أرى برأيي الشخصي بأنه الصين وضعت إلى عام 2039 ستكون القوى الاقتصادية الأولى في العالم. أنا أرى أنه في وقت مبكر من ذلك، وكل المؤشرات تشير أن الصين في حدود 2030 ستكون القوى الاقتصادية الأولى على مستوى العالم. فمن هذا المنطلق يعني هنالك تراجع أمريكي، لكن بدنا نعرف بنفس الوقت أنه أمريكا ستدافع عن موقعها. هي لم تتراجع بسهولة، ولذلك ستبحث عن في جميع السبل من أجل أن تحافظ على موقعها على الساحة الدولية. رئيس قسم العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الهاشمية الدكتور عاصم برقان، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا، يعطيك العافية.